طبعا شراء السمك جاي من الارزاق، المهم لا تكون اسماك صغيره ولا تكون اسماك كبيره. الاولى للفخار الجديده. بص يا سماء، حلوه قوي، بيدل على الخير لانها جايه من الطين والارض، فدي كلها بتدل على خير، وخصوصا بقى يا سلام لو دخل فيها ميه. بعد إذن حضرتك، أنا حلمت خير الله ما جعله خير، إن أنا وانا مش باينه؟ لا باينه. اتفضلي حضرتك. عايشة. ايه كان حلم استخارة للانفصال. حلمت بعشرتين، 10 و10 ورق قدام. أخدت واحدة منهم فتحتها، لقيتها ورقة ملفوفة. فتحتها لقيتها من جوه وفاضية ومقطوعة من جوه على شكل دايرة. ده كان حلم استخارة للانفصال. لقيتيهم مقطوعين وعلى شكل دايرة، لا هترجعي تاني تعملي استخارة تاني، لأن العشرات دي رمز للصدقات وهي جاية متهالكة. طب شفتي منام تاني؟ أختي ادتني كيس فيه فستانين، تمام. فستانين جداد. فتحت واحد لقيته لونه أحمر ومن ورا شبيكة أبيض، وله زي وسط كده من الوسط، يعني له استك كده من الوسط انت سايبه البيت؟ نعم. سايبه البيت؟ طبعا يعني اتجوزتي ايه؟ قعدتي قد ايه في الزيجه دي؟ عامين تلتاشر مثلا ولا سنة. اكتر؟ ايه؟ 13 سنه؟ اوف، معكيش اولاد ولا ايه؟ لا، عندي 3. طيب لا كملي لي، عشان كده لسه الرموز ما فهمتيش. اتفضلي. بس مرة تانية حلمت انه هو زوجي، يعني او كان زوجي جاي في وقت تاني، وبس كان لينا بيت. بس ايه؟ والست اللي كانت لينا بيت، فالست اللي كانت سبب في خراب البيت شفتها موجودة في الحلم، اللي هي كانت سبب المشاكل، اخته. ولقيته هو موجود، وبعد ما اختفى البيت كأنه الارض اتشقت وبلعت البيت. بعد ما البيت اختفى، جه لقيته بيعيط وبيطلب ان انا اسامحه، او وبعدين بس هو ما جاليش غير بعد ما البيت راح، اختفى من اما الارض. البيت اختفى من على الارض، مين اللي في البيت؟ البيت جديد، انا ما دخلتوش. بيتي مين اللي قاعد القديم فيه؟ هو. مين؟ لا لا، هو اللي قاعد فيه. هي في واحدة في حياته؟ الله أعلم. طيب هتصبري عليه شوية ولا انت جبتي اخرك؟ لا طبعا، هصبر. في ولاد. بالظبط كده، هنستعيذ من نام زي ده، لان اي خساره هو بيقع فيها للاسف الشديد ولادك تستحق، ده في حقوق لولادك، فحاولي على قد ما تقدري. انا شايفه ان هو دلوقتي جامد جدا من ناحيتك، بس هيجي الوقت اللي هيضعف فيه. امتى؟ لما يلاقيكي فعلا انت بداتي تتمسكي قوي قوي بالانفصال قوي. انا مش عايزه يحصل الندم بعد الانفصال، انت بعدها هتقولي لا اصلا، يعني انا واضح لي ان انت هتقولي بعدها لا، لان في عندك هنا فساتين في الرؤيه، فالفساتين وهم فستانين يعني تغيير تم في حياتك، لدرجه ان انت هتبعدي عن فكره الرجوع اصلا عنه، وهتشوفي حياتك بطريقه مختلفه تماما عن وضعك اللي انت فيه ده. عشان كده انا بقول لك انت دلوقتي لو لسه باقيه عليه، عشان انت قلتي برضو حته حلوه قوي قوي منك علشان خاطر الاولاد، فاكثري من الدعاء، اكثري من الدعاء، واستعيذي برضو من الحلم ده، لاني انا شايفه الحلم بصراحه يعني الرؤيه صعبه جدا، اللهم اجعله خير. علشان ربنا يستر. بس يعني عشان انا شايفه فيه بعض الخسائر كده وموضوع مش سهل. بس في رجوع؟ واضح لي ان في رجوع، عشان كده طلبت منك ان انت تستعيذي. جزاك الله ان خير. شاء الله. نورتيني محمد. محمد حلمت اني على سطح بيتنا بالليل ومعي اهلي، والمطر نزل، مسحت جسمي بالمطر ودعيت يا رب اشفيني واكرمني. متزوجة بدون اطفال ليا 11 سنة ومقروبة. طبعا انت مسحت جسمك بالمطر، وانا يا جماعة انا ما بحبش قوي المطر في الرقعة عشان تكون فاهمين، لكن انت مجرد ان انت تمسحي جسمك بيه، في ناس مثلا ايه يقولوا لي انا بحلم بالمطر وبعمل ايديا وبينزل في ايدي،
ما بتكونش مفضلة قوي. فإنك أنت تمسحي الجسد بالماء المطر، أنت بقرب، وقرب مش سهل، فحاولي إن أنت تخرجي نفسك منه، اكسري من الدعاء، اكسري من الدعاء على قد ما تقدري. يلا طب ثواني هاخد المكالمة دي يا إسراء، خليكي معايا، ماشي مع حضرتك. خليكي معايا يا إسراء. ألو، السلام عليكم. ايوه يا مدام مليكة، لو سمحتي يا مدام مليكة، هي الغيرة حضرتك بتقول الغيرة، يعني غيرة اللي هي بتعمل مشاكل على حق الدول، غيرة من اللي هي بتاع مشاكل جامدة دي. بتتكلمي على ايه؟ مين معاك؟ انا معاك مؤتمر رؤى، اللي بتقولي لي على الاستخارة، بتقولي الخاتم، بتقولي لي يبقى شخص غير شوية، يعني غيرة من اللي بتعمل مشاكل. انت ام اسلام؟ لا يا حبيبتي، لا 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 خالص، ده بالعكس، ده هيكون حد حليم جدا معاكي، ده هيكون زي ولادك. يعني غير عادية يعني. ايوه يا ام اسلام، ايوه يا ام. وعايزة لمين بقى على السرير دي؟ ما تمركز كويسة برضه. الايه؟ عايزة الست اللي هي عايزة اللي نايمة على السرير، عايزة اللي معاها الولادين ما هو يا حبيبة قلبي أنا بقولك الشخص ده هيبقى زي ولادك، يعني عزة جاية من حد هيبقى عزيز عليكي، هيبقى غالي عليكي، يعني من اسمها على طول. ما نبلاش من حكاية الغيرة بقى. لا مشكلة الغيرة دي، وأنا محتاجة الناس يا ماشي، حبيبتي. نورتين نورتين، تسلم يا حبيبتي، مع السلامة مع السلامة. إسراء أهلا بيكي، ايوه اهلا بحضرتك، ازيك يا دكتور؟ الله يسلم عمرك يا إسراء، اتفضلي يا حبيبتي. دكتور انا حلمت ان انا نقلت في شقه جديده، انا متجوزه، حلمت ان انا نقلت في شقه جديده وكانت كبيره وحلوه قوي وكانت عجباني، العفش بتاعها كان حلو والتوضيب كانت حلوه جدا. دخلت تمام. المطبخ بتاعها، المطبخ بقى ما كانش نظيف وكان كركب كده، كانه يعني مش من ضمن، كانه مش تبع الشقه. تمام. الشقة كانت يعني حلوة وقوي، إنما المطبخ ما كانش نظيف وكان مكركب ومعفن، وأنا قلت إيه ده، معقولة المطبخ ده يبقى تبع الشقة دي؟ وبعد كده وأنا واقفة في المطبخ لقيت الحيطة بتاعة المطبخ بيحصل فيها زي فتحات كده وبيطلع منها صراصير بتطير كتير بقى. طبعا أنا خفت وقلت أنا مش هستخدم المطبخ ده، وخرجت المطبخ كان ليه باب، قفلت الباب وحاولت ان انا اسد تحت الباب بحاجة كده عشان الصراصير ما تطلعش، بس كان معايا بابا تقريبا وقال لي بصي ما تقلقيش انا يعني هخلصك من موضوع الصراصير دي وكده، تمام بس الحلم بس. طيب تمام، بس انتي يعني في الرؤية ده كله في البيت الجديد، في الشقة الجديدة. عارفة يقال ايه؟ لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، لو علمتي الغيب لاخترت الواقع، حبي الواقع اللي انتي فيه، مش طب هو انا هدخل في برضو مش حتة اول تانية، مرة احلم ان انا نقلت في شقة جديدة. لانك انتي عاوزة تعملي كده، وطبعا لا انا احنا في كلنا الواقع احنا مش بشر، عايزة انقل في شقة جديدة، يعني انا لسه انتي مش متجوزة حابة، اصلا. طيب انتي مش حابة الحياة اللي انتي فيها، لا استحالة حباها جدا. تحلمي احلام زي دي، اللي اذا كانت عندك فيه فعلا في حياتك اللي انتي فيها دي مشكلة، انتي عايزة حاجة تانية. طب فكرة الصراصير اللي كانت بتطلع من الحيطة دي ايه؟ ما دي كلها اضرار لا قدر الله، من عشان كده بقولك لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، فعلشان كده عايزاكي تتويجي حياتك انت بقى بالصدقات بالتحصين، والحمد لله وحب حياتك على كده، لان مجرد انك انت مثلا مع الوقت حصل حاجه، لا انا عايزه مثلا ايه، مش حابه حياتك دي، انا عايزه حاجه تانية، عايزه مش عارف ايه، هتلاقي في لا قدر الله طاقه سلبيه بدات تدخل عليكي سيئه جدا، لان تمام. ده مش بيتك وده بيت جديد، بيت تاني. بس هي بس الشقة كانت حلوة جدا، يعني انا كنت معجبة بيها يعني ما كوسع هو ده وكنظافة. في حاجة رفضها في حياتك دي. تمام ماشي يا دكتور، ماشي، نورتيني، ماشي، ميرسي، مع شكرا. السلامة مع السلامة. أهلا وسهلا، أهلا بيك يا حبيبتي ازي حبيبتي، حضرتك؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيبة. أنت بالصحة والسلامة يا ربي يا حبيبتي، أنت وكل طول حبايبك. عمر مع حضرتك. أنا أهلا. حضرتك أنا مريض السرطان، كنت حلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم معايا وحضرتك انت فسرتيني. كنت على البث، أيوه عملت تمام. لك اضافه وما تمام. فيش، نورتيني. ما جاليش والله أي حاجة، أنا عمال أحاول أشوف مش لاقية حاجة أدوس عليها والله. ازي حضرتك؟ ولا يهمك، الحمد لله يا أنا حبيبتي، كله بقول تمام. لحضرتك بقى، أنا حلمت إن أنا إيه، أنا كنت بشتري شقة، تمام. فانا حلمت ان انا في الشارع اكني رايحه للشقه دي، انا مش عارفه هو الشارع ولا لا، انا والدتي متوفيه، شوف
قاعدة على إيدي الشمال على مطبخي، وأنا ماشية كانت الدنيا ممطرة وفي فينا في الأرض. فأنا قلت طب أنا هعدي إزاي، الكوتشي فاتح وكده، طب أنا هعدي بقى وخلاص. في المهم وأنا بمشي رجليا غرزت في الشارع من أوله لآخره غرز. المهم إيه، فأنا بعد ما خلصت الشارع لقيت واحدة صاحبتي اسمها سمر، قالت لي انت ماشيه كده. قلت لها ما انا مش عارفه بقى، انا كوني مش قاعده هنا فمش عارفه الشوارع قوي. فالمهم بعد ما خلصت الشارع من الغرز اللي انا كنت فيه الطين، خرجت بقى على الشارع لقيت رجليا بيضه ونضيفه قوي قوي قوي، الحمد نضيفه لله، انضف انضف ما هي موجوده دلوقتي. اللهم لك لقيت الحمد. رجليا بيضه ما شاء الله، والكوتش بتاعي لونه صافي فاتح لقيته ابيض، ورجليا رجليا عليها بياض مش طبيعي. بدأت العلاج يا حبيبتي ولا لسه؟ الحمد لله بفضل الله بفضل الله، أبشر، حضرتك بشرتيني ان انا هعدي المرحله والحمد لله عديتها بفضل الله الله الحمد أكبر، لله كل أعوذ برب الفلق، الحمد لله كل أعوذ اللهم برب لك الحمد الفلق، بفضل الله بفضل الله بفضل الله الحمد الله لله أكبر الحمد لله. الله أكبر ما شاء الله. لقيت بياض ملوش نهايه في رجليا. المهم جيت اقلع الشراب لقيت رجليا بيضه معلش والشراب يا نور ابيض. الرحمن خليكي معايا. أيوة ماشي. كملي. فلقيت وانا بقلع الشراب نزل من كل رجل مني، حضرتك عارفه البورس طبعا، بورس صغنن من الأربعة، من الرجل بورس من الأربعة خمسة من الشمال، بورس. بورس صغنن خالص. تمام. وخرج. وأنا بقلع الشراب راح واقعين في الأرض كده، بس أنا أصلا من النوع اللي بخاف منهم. شفتهم لقيتهم بيض ونضاف وأشبه بسمك، سمكة صغننة كده كانت اسمها جمال العاش كده، سمك صغنن خالص قد بعقلة الصابع كده، بس أنا شايفاه هو بورس، أنا شايفاه بورس أو سمك رعاش أنا مش عارف، بس لونه أبيض أبيض برضه فاتح. وأول ما قلعت الشراب راحوا قايمين، يعني هم كانوا دخلوا في لما نزلت في الطين دخلوا بقى في رجليا من الطين ده. فلما قلعت الشراب وقعوا لقيتوا حاجة بتقع من رجليا، فببص لقيت، رحت قلع الشراب التاني راحوا حاجة أربعة كده ولا خمسة وقعوا من اليمات، وقعوا من اليمات بس لقيت رجليا بيضاء أوي 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 أوي، والشراب أبيض والكوتش أبيض ومنفقين مش مكنتش فاكرين خالص. انت في حد عارف ان انت ربنا كرمك بالشفاء؟ يعني اهلي. وعلى فكره، على فكره اقول لحضرتك، دايما لو في حاجه بتجي لك بتيجي من قرايب، ما بتجيش من بعيد على فكره، دايما سبحان الله سبحان الله اي حاجه بتيجي من قرايب. للاسف. وفي نفس الفتره دي انا كنت في طالعه سلالم، سلالم عاليه وكبيره قوي 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 قوي، فبقول لزوجي مش هتيجي معايا؟ قال لي انا معاكي بس مش هينفع اطلع من يمنا، لازم انا اطلع من ناحيه ثانيه. فانا طلعت اول سلمه، السلمه بعرض مثلا حوالي 40 50 متر، تمام. وكلها بلاش سوري يعني بمبرز وكابل وطوب وزلط. طلعت السلمه اللي بعديها برضه نفس الحكايه، اللي بعديها قل شويه ونضف، اللي بعديها قل شويه ونضف، اللهم لحد لك ما وصلت الحمد. اخر سلمه لقيت من قدام الحرم، ما بيني وما بين حرم عماره. فانا ببص لزوجي كده بقول له احنا الحرم، قال لي ما انا جاي لك تعملي عمره، بس ما كانش ينفع اطلع معاكي نفس المشوار بتاعك ده، انا ليا مكان تطلع وبعدين نتقابل مع بعض تاني، يعني انا اطلع السلمه دي. جيت ابص ورايا قلت يا نهار ابيض، هو انا طلعت ازاي من الزباله والكسر والبلاوي دي؟ طلعت المكان يا دكتوره النظافه بتاعته انا ما شفتهاش في حياتي، ما شاء الله ما شاء مكان الله. نظيف ومكنوس ومحفوظ طب طب بالأمانة بالأمانة، أنت حصنتي نفسك مشيتي على تحصيلات طول فترة تعبك؟ صح؟ انا على طول بفضل الله بفضل ربنا عليا، الحمد يعني لله. الحمد لله انا بصلي بفضل الله على طول التهجد. وفي عز مرضي انا كنت عامله عمليه في مستشفى الاورام دكتوره، وقاموا بالليل لقوني يعني ينفع سيرو بصلي تهجد ما الحمد لله شاء الله ما شاء الله. بفضل الله بفضل الله بفضل الله عليا. انا عماله اكتب لحضرتك اقول لك عشان ادعي لك في التهجد يا دكتوره، دي فيني تاني عشان ادعي لك في التهجد. يا حبيبة قلبي يا حبيبة والله انا قلبي عماله بس لحضرتك اقول لك والله هدعي لك في التهجد، والله ربنا يصلح حالك ويصلح لك امورك يا يا رب رب. يتب مش فاكي على خير، لما يبعد عنك قلعت الشر. الشراب، لما قلعت الشراب تحت البورصه ده، انا كنت مصليه افتخار على شقه اصلا، يعني انا اصلا كنت مصليه افتخار على شقه. ما هو الشراب خاص بماديات. كملي. ما هو الشراب، انا كنت قلعت الشرابين الاثنين، وقع مني البورصه الصغنن ده، وسمر صاحبتي قالت لي يلا نكمل مشي بقى انا وهي، قلت لها يلا واحنا نمشي، بس فتحت عينيا. ابشري طبعا، ولو ابشري ولو ناوية تنقلي او تشتري شقة توكلي على الله. طبعا طبعا 100%. اللهم بارك تمام اللهم خير. فانا بقول لك على طول بتبشريني، انا حبيبتي، بقول انا بقول الله يجعلك دايما ادور على البشريات الله الطيبة، اللهم الله يرزقك دايما البشريات الطيبة، تستاهلي كل خير. اللهم انت صبرتي اللهم على بلاء كبير جدا، وربنا اعطاكي الخير، الحمد لله والله وتقربتي الحمد وتقربتي لله. من ربنا.
احنا بنقدر عليه ونصبر عليه، والله ربنا يجعلنا من الصابرين يا رب، يا رب. عندنا دول البلاء يا رب. اللهم امين اللهم امين اللهم اللهم امين. امين يا رب. ربنا بصي يا انا رب احبك في يعطيكي الله، فضلك احبك حبيبتي، في الله، ما اقدرش اقول لك قد ايه، ما احبك الله اقدرش لذي اقول لك قد احببتي ايه في، ربنا والله يرضيكي. العظيم. وعلى فكره سلام. مصر كلها بتحبك، الدنيا كلها بتحبك، الله الحمد يعني لله، ده ربنا بفضل يديمك يا ربنا، رب كده اللهم لك ويديمك العلم الحمد. يا رب، وينفع المؤمنين يا رب ان شاء الله، حبيبتي ربنا تسلمي ينفعنا بيك يا رب ان شاء الله باذن تسلمي، الله، ونعمل نورتيني دايما ان شاء نورتيني الله. نورتيني، وطلعي حبيبي بقى والله صدقة طيبة، كده لله كده، وإن شاء الله ربنا يفديكي دايما، وإن شاء الله يعني يجعلك بس أبقى نقلة أسلم كده نفسي عليكم خير. يعني، توكلي على الله إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله مبروك بإذن عليكي الله يا بإذن الله، حبيبتي، مبروك، ربنا يجازيك خير وما ربنا يفتح يكفيكي عليكي شر يا رب العيون يا وفضلك رب. وفي أولادك يا رب، تسلمي اللهم آمين يا رب، جزاك حبيبتي، الله خيرا، مع سلام السلامة، عليكم ولك ورحمة كل الله خير، مع وبركاته. السلامة، مع السلامة. يا نور. ألو، السلام عليكم وعليكم السلام يا نور. يا دكتور، ايه وحشتينا، سلم عمرك يا حبيبة قلبي، أهلا بيك. يا ربنا يبارك لك يا رب في صحتك وفي اولادك. انا تسلمي عندي تسلمي. هم صغيرين مرتبطين ببعض، فيهم واحده طويله بس شويه، معلش. طب بصي، عشان خاطري هنقول حلم واحد، لأني أنا معايا شوية تعليقات كويسة قوي، وفي ماشي نفس الوقت عايزة أدخل كمان على اليوتيوب، عشان في الأدمن بعتلي تقولي ادخلي على اليوتيوب عشان اقول لك اول عاملين حلم. مظاهرة. يلا بص قولي بسرعة، بس انتي ظاهرة على الكاميرا، ها؟ ظهري زهرة، ومش عايزة أقول لك بقى. طب يلا. بص يا دكتورة، سمعني كده، سامعك. حلمت اني انا وهي رحنا نشتري من عند راجل بيبيع مخدرات، بس انا ماما عنده، يعني انا قلت لها عشان نمسك فلوس ويبقى معانا فلوس وكده لازم نروح عند الراجل ده، ماما رحت له بالفعل انا وماما، تمام. بعد كده رحنا اشترينا من عنده، راح ادى ماما شنطة مليانة فلوس وشنطة مليانة مخدرات. الو، الشخص ده مين؟ واحد مجهول ما نعرفوش. بعد كده راح وبعدين؟ كان لابس جلابية بيضة، ما نعرفوش، راح قال لماما انا كل ما تيجي عندي هديك شنطة زي كده، بس انا عايز تصبك يعني، سوري في اللفظ. راحت ماما قالت له لا انا خدت الشنطة منك المرة دي ومش هاجي تاني عندك. راح قال لها لا تعالي وكل ما تيجي هديك شنطة زي اللي انت اخدتيها. رحت انا وماما مشينا، لقينا الطريق طويل واخره ترب، يعني اخر طريق الراجل ده زي ترب، عايش في الترب كده يعني. بس بعد كده رحنا حاولنا نوقف توك توك عشان نمشي، يعني احنا معانا الشنطة اللي فيها الفلوس وفيها المخدرات، بس فما تمام. لقيناش، ما لقيناش توك توك. راح هو اتضايق مننا واتنرفز وجي معانا، جه ورانا ومعاه اتنين وكان ماسك سكين يا دكتورة. بعد كده راح قال لي انا عايزة اموتكم بالسكينة دي عشان انتي ما رضيتيش تلبي لي طلبي. راحت ماما قالت مش هلبي لك طلبك. بعد كده ماما لقيت زي ايه عفش كده وبوص، راحت قالت لي بصي بصي يا ندى انا هخبي الشنطة هنا. راحت ما لحقتش تخبيها وراح جه الراجل، راحت ماما اتغلبت عليه ورمت السكينة من ايده. لقيت عربية مليانة، عربية واقفة وفيها ناس كتيرة وممثلين، فبقت تستفز بيهم الحقوني حد يحوش عن الراجل ده، ولا التفتوا ليها ولا اهتموا بكلامها. بس بعد كده رحنا مشينا وماما اتغلبت على الراجل وما قدرش يموتنا، وخدنا الحمد شنطة، لله. خدنا الشنطة كان فيها فلوس وفيها مخدرات، بس أنا اللي صممت إن أنا أودي ماما عند الراجل ده، قلت لها عشان تمام. نمسك فلوس يبقى معانا فلوس ونبقوا أغنياء كده. طيب تمام. انتوا اصلا ليكم حاجه متوقفه قانونيه؟ احنا لينا ورث كبير جدا جدا جدا، بس مش قانونيا، عليه مشاكل يا دكتورة، مشاكل جامدة جدا يعني، انت كل حاجه فاهمين؟ قانونيه. ورث كبير، بس للاسف في مشاكل مع جيراننا وحاولنا نتصالح معاهم، يعني بحيث ياخدوا حاجه واحنا ناخد حاجه، يعني هما ياخدوا مثلا ربع الارض واحنا ناخد الباقي، تمام. هما عايزين ياخدوها كلها يا دكتوره، طمع يعني طيب فيها. دخلتوا قانوني ولا لسه بمفاوضات؟ خدنا قانوني ما نفعش، يعني حاولنا نلجأ لحد تبع القانون كده كواسطه، كحد يتوسط، لقينا. لا، ابدأوا تاني، طب لأني هما أنا شايفة إيه؟ مسنودين يا دكتورة، يعني ناس أغنياء ومعاهم واسطة، وانتي فاهماني، فاهمة الحوار ده، بس أنا يعني فاهمة أنا الحوار بزعل. ده، بس مامتك قدرت تتغلب عليه مع انه كان ماسك سكينة، ماما وقعت السكينة منه،
وقعتها. طب وخدت الشنطة مخدرات وفيها فلوس؟ ده الخير اللي هيجي لكم يا حبيبتي، عشان كده بقولك توجهوا للموضوع ده تاني وابدأوا، وان شاء الله ربنا هيرضيكم. طب بصي هقول لك حاجة صغيرة، آخر حاجة طب بصي انا ماما معايا مكالمة، طب ثواني بس خليكي معايا هرد على المكالمة دي، عشان المكالمات دي بتدفع ماشي وحرام. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك على البث المباشر. الله. حضرتك على البث المباشر. ماشي يا دكتور، أنا كنت في مشكلة وحلمت بواحد صاحبي في مشكلة، وحلمت إن أنا ضربته بسكينة ومات، وكنت مسجون على الحلم ده. تمام. وفي الواقع حضرتك في مشكلة بينك انت وهو؟ طبق ايه؟ احنا مع بعض كل يوم وكويسين خالص، مفيش حاجة خالص. هو انا شايفة ان في فراق فعلا هيحصل ما بيناتكم، يعني ممكن هو ينتقل لمكان تاني، في حاجة هتحصل معاه في حياته هتبعده عنك شوية، الا اذا بقى، الا اذا هو داخل في جوازة. خلاص يبقى هو في حاجة فعلا هتخصه هو في الواقع، وهتبقى هيبعد عنك شوية. هيبعد عنك مشاكل ولا هيبعد عنه لا معنويات لا ولا انا مش ايه؟ شايفة اي مشاكل، لا مش مشاكل خالص خالص. مستأذنك طيب حاجة، حلم تاني. اتفضل. أنا قبلك حلمت إن أنا سايق عربية من لايك عند عربية من لايك وسايقها، وعملت حادثة، وبالفعل الحلم اللي حصل معايا. حصل؟ حصل معايا. ما استعذتش ليه؟ الله أعلم. ربنا يفديك يا رب. رؤى الحوادث انا ما بحبهاش ابدا ابدا، حتى لو الانسان في المنام عمل حادث وما انضرش، حتى لو شفت لا حادث من على بعد ايا كان بقى الشكل اللي شفته فيه حادث، لازم على طول تستعيذ وتتصدق على نفسك. ربنا يفديك يا رب، ربنا يفديك ويحميك، اللهم امين. شكرا لاتصالك، مع السلامة. مع السلامة. عايز يغتصب ماما، معلش ايه؟ ليه كان عايز يغتصب ماما؟ ايوه يا حبيبتي دي هتخذيها، كانوا عايزين يخسروكوا. طب في رؤية أخيرة بسيطة؟ بصي يا دكتورة، آخر حاجة، آخر حاجة صغيرة حبيبتي أوي. انا معايا اتصالات ومعايا تعليقات، فعلشان بس نقدر بس نفيد الكل. أنت ماشي حبيبتي، ما هو انا بشرتك دي، انت عايزه ايه تاني؟ خليكي في الرؤية المبشرة. ماما شافت إن هي شايلة البلح وطالعة بيه من بيتنا، وراحة بيت محمود محمد مفيش فراج. فايدة، مفيش فايدة، معلش بالنبي، عشان مفيش فايدة. ايه والنبي عشان خاطر ماما جنبي، معلش. حلمت انها ايه؟ شايله حله كبيره مليانه بلح وطالعه بيها من بيتنا، وراحه تنشرها عند بيت محمود محمد فراج، مين ده؟ واحد قريبنا. كانت رايحه تنشر البلح عنده، يعني ايه تنشر البلح؟ يعني بصي تنشفه، يعني عارفه يعني ايه ينشف، عشان يبقى ايه يتاكل في رمضان كده، يعني فاهماني؟ هو إيه؟ طب انتوا بتعملوا كده في الواقع؟ لا لا خالص ابدا عمرنا. طيب عامة رؤية التمر او البلح جاي من التحصين، تمام كده، واحنا داخلين على رمضان، ففي تحصينات، في صدقات بقى هتطلع ان شاء الله، وان شاء الله تكون لكم خير يا رب. يا رب يا دكتورة، شكرا لحضرتك، ألف سلمي لي شكر. عليها كتير. تسلمي يا الله حبيبي. يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا رشا، اهلا بيك يا حبيبتي. شايفاني الأول؟ لا مش شايفك. لو طب شايفاكي تمام، أنا هقول لك. طمنت كده. لا لو شايفاكي هقول لك، تقلقيش. الأول يا دكتورة حابة أسألك سؤال، هو الواحد بيحلم أحلام مبشرة كتير، تمام؟ بس تمام. لسه مفيش حاجة حصلت، بس ايه؟ هل لسه مفيش حاجة حصلت تمام. لازم تفسير، ولا الواحد بيفسر مع نفسه تحصل؟ سؤال قوي وعميق. والله يعني هقول لك هقولك على على حاجة يا حاجة. دكتورة، أنا اتفضل. بفسر مع نفسي من جوجل، من حضرتك، من مفسرين كتير، تمام أسمع زي ما بسمع كده حضرتك، ألاقي حتة اتقالت أنا حلمت بيها، تمام فبفسر كده مع نفسي. لا جيت هقول لك الفترة حاجة. الأخيرة قلت لأ، أنا هتصل بدكتورة مليكة وأفسر أحلامي معاها، وهي تقول لي بقى، تجيب لي من الآخر. ايوه بقى بس كده. بصي يا حبيبتي، اولا لما اتفضلي. تلاقي هو في كتير من بعض على فكره، وده اللي انا بقوله، نعم كلنا بنشوف رموز زي بعض، ده شيء طبيعي، احنا تمام. بشر وكلنا حياتنا متشابهه زي بعضينا، كل واحده ليها ام وليها اب وليها ابناء، محتاجه فلوس، محتاجه بيت، كلنا تلاقينا فينا رموز كده قريبه جدا من بعضها. فهل يا تمام ترى كل رمز هينطبق على ده وده وده؟ ده اللي انا بقوله لا. تمام
طيب انتي دلوقتي موضوع الرؤى الحلوة اللي بتتأخر، انا لسه متكلمة فيها في اول البث مع متصلة برضو معانا هنا، واضح كده انتي مكنتيش معانا من البداية. لا لا معاكي، انا طيب اقصد مش تاخيرها، انا اقصد هتقع، بس انت قلتيها الجمله دي النهارده، هتقع لازم بمفسر ولا تقع لوحدها حتى لو ما تفسرتش؟ تقع لازم مفسر. والله صدفة كتير جدا بتقع كده وبتقع كده الاتنين. تمام هو فايدة الاثنين. المفسر في ايه؟ مش في الرؤى الحلوة، فايدة المفسر اللي انتم متعرفوش كلكم في الرؤى التحذيرية او الرؤى السيئة الاتنين دول، لكن الجملة اللي انت قلتيها النهارده أول مرة أسمعها من حضرتك، إنها اللي تقع هي لا محالة لا محالة. لا محالة الرؤى بتقع. الحلوة هتقع لا المهم محالة. تكون رؤية، المهم تكون رؤية. طيب طيب عندك انت بقى أقول هنا، حاجة. اتفضل. لا اتفضلي كملي. لا كنت هتكلم معاكي في موضوع المفسر، انا بفضل قوي قوي، عشان كده تلاقيني دايما اما باجي اتكلم التفسير. اقول ايه، انا بحب احلى حاجة يا جماعة الرؤى التحذيرية دي، دايما انا اقول لكم احلى حاجة، احلى حاجة التحذير في الرؤى، تمام. لانك انت التحذير بيجنبك حاجة بلاء، او بيجنبك مشكلة، او بيجنبك مسؤولية ممكن تيجي على عاتق الواحد، فدي تمام كلها ده اجمل حاجة. اما المبشر كده كده بيقع بفضل ربنا. تمام تمام انا يلا. بقى معلش استحمليني، هقول انا حلمت احلام كتير، بس استحمليني لا في اتنين هو صغننه، حلو، اتنين صغننه، بصي اتنين هو صغننه. حلو. طب بصي انا معايا كمان ماشي، مكالمة، طب هرد انا عليها اول وانتي مره معايا. اتكلم لايف مع اي حد في حياتي طب هرد على المكالمة، هرد على المكالمة وانتي معايا. عشان بس الو، موبايلي بس ما يفصلش، انا شحناه بالعافيه. انا طب كنت ثواني، هكلمك وتحط حاجه. طب يلا قولي بقى بسرعة. طب معاكي قولي. معايا يا دكتور؟ لا لا خليكي انت معايا اللي على، بس ثواني خليكي معايا. اوكي ايه؟ ماشي ماشي. إيه طيب بصي بقى على العجلة كده، انت حلمتي ان انت اتزوجتي. طب يلا. فهي المفروض بعد ما دخل العروسه دي يعني، فكانه نام يعني، دي دخل كان رؤية نام الرسول يا جماعة عليه الصلاة والسلام. بعد الصلاه والسلام. الرؤيه الثالثه دي هي كانت جايه بشكل الممثله ريهام عبد الغفور، تمام. جايه بشكلها بس. فطلعت بطنيه العسل اللي احنا كنا عاملينه، فلقينا الاكل زي ما هو. فالزوجه الاولى بتقول لها هو واضح انه ما كانش الظاهر ان هو مش مبسوط، بتستفزها يعني. تمام، فانا رحت الحق الموقف بسرعه عشان ما تزعلش. قلت لها ليه بس بتقولي كده؟ ما هو دخل واكل معاكي، وبعدين دخل اكل معايا، فيروح يحل بقى مع العروسه اكيد كده يعني، يروح يحل بقى مع العروسه. وقعدنا نتكلم، فقلت لهم انا عمري ما كنت اتخيل في يوم من الايام ان انا اتجوز حد متجوز يعني اكثر من زوجه، بس ده الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. كل ما الاقى جوايا مشاعر زعل او حزن، افتكر اقول كفايه ان انا بقيت زوجته، فانسى والزعل يتحول لفرح. فبعدين طلعنا الصاله بتاعت البيت، فلقينا في خيط نازل من السقف وفي عقرب، عقرب حمراء. فالعقرب الحمراء دي بعد كده نزلت على الارض، وحاولت اجيبها بالسكس بس انا لبستها سكس طار كده، فمش بيلوسها. يا جماعه حد حاول يحاول يدوسه معايا مش قادرين. قلت لهم على فكره ان عقرب عاديه في عين صاحبتنا، بسبب ان الرسول بيتجوز عروسه يعني مش عروسه جديده يعني، بيتجوز زوجه جديده دي عين يعني. قولي لي، العقرب هو عاديه مش انتي زوجك اسمه من اسماء الحمد؟ خلاص يا حبيبي. لا مش اسماء الحمد، اسمه عبد حاجه يعني. ماشي، ما عبد او ما حمد. تمام عليك. هو احنا معمولين بالسحر السلام. برضه يعني، مصابين بالسحر، فمش عارفه ايه. بس احنا حاولنا كتير لحد ما في الاخر فين يعني، بعد محاولات كتير عرفنا نموتها. طيب تمام. عامة طالما ان انتوا موتوها وتخلصتوا منها، دي بشارة طيبة جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. زواجك من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيتجوز الثالثة، طبعا انا لقيت في رمز بيعود على زوجك، هو مش انت المأذية، ده زوجك اللي مأذي. فانا عايزة منك ان هو نفسه يبدأ يحصل نفسه بسورة البقرة باستمرار الفترة دي، وان شاء الله ان شاء الله آن الأوان ان ربنا ينصركم على الأذى ده، وفي ذرية ثالثة جاية لك ان شاء الله لعله ولد، والله أعلى وأعلم. المهم انا عايزه زوجك من دلوقتي في التحصين، كلميه ويا ريته يكون سامعني، ولو ما سمعنيش بقى ارجعي اسمعي البث، المكالمه هتلاقيها على البث. تمام حبيبتي. طب تمام. معلش في حاجة بسرعة بس طب كده بسرعه عشان بسرعة. معايا حد. ماشي اوكي. انا كان في بقرة سودا، بقرة سودا، لانها كانت عايزة تاكل، فعايزة، وانا كان معايا علبة جبادي، فعايزة اديها معلقة جبادي،
البقرة دي اللي حاولت يعني تبقى ضدك في الرؤية. وهي حتى عايزه تعطيني، مش عارفه تعطيني يعني، دي بقى بس انا اللي قادره عليها. تمام. ومسكها من ايديها ورجليها كده مكتفاها، المهم لحد ما عرفت ان انا يعني ايه اهرب منها يعني. بقيت اقول لهم انتوا سامعيني بصور، مش عارفه ايه كده يعني، مش عارفه ده معنى ايه. لا، ما هي دي بتبقى سنة صعبة جدا جدا انت مريتي بيها، فان شاء الله تكون خلاص انتهت باذن الله تعالى. وطبعا انا اللي عايزاه منك بقى اللي هو الحل اللي جالكوا في الرؤيه، موضوع العقارب الحمراء، اعوذ بالله اعوذ بالله، يعني ربنا يحفظكم يا رب من شر الناس دي. ابداوا في التحصين، في التحصين بس. طب انا بتابع على طول، انا في هتلاقيني محتاجه الاحلام دي، انا ارجوكي بقى يعني اللي يعني اضافه على طول. ان شاء الله. نورتيني ان شاء الله يا حبيبتي، نورتيني، ربنا انا يفك كربك. بتابع من الصعيد والله على فكره. حبيبة قلبي وحبايبي في صعيد مصر طبعا على راسي. ايوه يا دكتور. ايوه يا حبيبتي، معاكي. ده حلمت يا دكتوره، الحلم ده من سنه ونص او اكتر. تمام. تمام. حلمت اني ماشيه على كوبري، اللي هو جسر على ترعه. تمام. الكوبري ده اسمه كوبري الاشراف. ماشيه بقول لا حول ولا قوه الا بالله، 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 تقريبا قلتهم 4 مرات. المهم بعد ما خلصت الكوبري، المفروض طريق جسر، طريق سريع بتاع عربيات، مقسوم نصين. عديته لحد الناحية التانية، واقفة رايحة المحافظة اللي أنا منها، أنا في مدينة محافظة نفسها. تمام. فبص جاي من بعيد، بص بابه مفتوح، وصاحب السواق ده اللي هو العتال واقف على جنب كده، وفي بنات زي ما يكون في الميكروباص، فأنا متأكدة إن هو رايح المكان اللي أنا رايحاه. فشاورت له موقفش، فاستغربت في سري، قلت غريبة، أنا متأكدة إنه رايح المحافظة، موقفش ليه؟ وسكت ومستنيه حاجة تاني تيجي اشاور لها. فلقيت حد من ورايا بينده على اسم المحافظة بتاعتي، بيقول لي يا أبلة يا أبلة تعالي تعالي. رحت بصة ورايا ولقيته، واستغربت، قلت طب ما انا كنت عارفة ان انت، ما وقفتليش ليه طالما انت رايح؟ واتحركت ورحت عشان اروح له، بس صحيت من النوم. ما رحتيش. لا اتحركت، ايوه بس ما اتحركت وصلتلهوش. بس ما ركبتش لسه، بس انا خلاص رايحة اركب. طيب، عامة انك انت رايحة في الاتجاه ده، هو ده السياق، هو ده الرمز اللي انا هقدر افسره لك، او بمعنى اصح كل اللي فات ده حاجات حصلت في حياتك وانت بتسعى ليها، وحاجات بتتأخر شوية، لكنك انت خلاص هتركبي، وحاسة ان انت خلاص كنت فعلا داخلة ان انت تركبي، وانك انت فعلا هتوصلي، او حسيت الاحساس ده، يبقى انت انا ان شاء الله. ثقه ان انا خلاص هو واقف مستنيني وبينده عليا، وانا اتحركت ورايحاله. تمام. كانت هيئته مبتسم لك ولا لا؟ لان ديت حاجه جايه من رجاء انت تمنيتيه، وان شاء الله ان شاء الله قرب منك تماما ان انا هو عزباء يتحقق. على فكره، نسيت ايه؟ اقول لك. انا ايه؟ عزباء، نسيت اقول لك انا عزباء. تمام تمام ابشري بقى طبعا ان شاء الله، طالما انت متجهه بالشكل. طب في حد في حياتك معين؟ هو في حد المفروض ان في تعثرات ان هو يتقدم. يبقى هو ده، يبقى هو ده. فبإذن الله تعالى إن شاء الله، طالما هو اللي ندهلك يبقى العسر من عنده مش من عندك. مش هو اللي نده لي، اللي لا، ده شخص تاني. ده مش بيعود، فاهمه. على الشخص اللي انت عايزاه. تمام. كون ان انا واقفه مستنياه ولقيته عداني وما جاش، وقف بعيد ونده عليا. دي الأمنية يا حبيبتي اللي انت بتتمنيها وبقالها فترة ومتعطلة. بعد كده ان شاء الله رب العالمين اللي انا واضح لي ان هو اللي عنده العسر مش انتي، يعني المشكله عنده هو. هو مشكلة عنده فعلشان هو. كده اول ما اموره هتظبط، هو على الموضوع فكرة الشخص. أنا معرفوش ولا عمري شفته، ايه ده يعني بقى؟ كل الحكاية إن في وسيط، في وسيط بينكم في وسيط قايل إن فلان عايز يتقدم يتقدم لك؟ ويتقدم، والكلام اتفتح رسمي والموضوع وقف. طب انت كلمتيني قبل كده؟ لا أول مرة. غريبة نفس الطريقة دي مع واحدة تانية. لا طيب. هو عارفني وحافظني، انا ما اعرفوش، انا ما شفتوش. انا في حد كلمني واتقال لي ان هو جاي والموضوع اتاخر. تمام. طيب، عامة زي ما انا قلت لك، ان شاء الله ربنا هيكرمك، والموضوع فعلا هو هيتيسر من عنده، وهيبدأ يتكلم، وان شاء الله الموضوع هيتيسر وهيكون لك خير ان شاء الله. مش باينه التعثيرات اللي عنده دي ايه. لا لا، للأسف طب والله مش باينة. كوبري الاشراف، ولا حول ولا قوه الا بالله. لا، دي كلها تيسيرات، دي كلها تيسيرات هتحصل،
من بصي اه مش هندخلها بقى في حاجات وقف بقى روحاني اصلا والحاجات، التزمت بالورد الصراحه. خلاص يبقى التزمي، امشي على التزامك انا لعل اوريدي كنت بقوله بس التزمت وزودت العدد. شوفي هو طبعا الدعاء والحاجات دي كلها بتفك حاجات كتيرة جدا جدا فيها عسر، مش ضروري كل حاجة هتبقى عندي في الرؤى انها بتبقى اسحار. التفريغ، اصل انا دورت على تفسير لحول قتل بقى، لقيته فرج وعودة غائب طبعا حلو جدا وزواج. جدا فحسيت جدا ان هو راكب مع جدا، الموضوع بالذات. ده موضوع كبير قوي قوي عن قصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كلنا عارفينها، الأم اللي كانت فقدت انا ابنها كنت في الجيش. مستنيه اول حاجه حضرتك تقوليها لي لا حول قلت بالله، ده دليل كذا. طبعا، ما هي بصي يعني انا شايفاها داخلة في العسر، فانا يعني مش كل كلمة هاخدها، فانا بفسر الرؤية عسر تماما، ولا تفريق عسر؟ العسر اللي كنت فيه خلاص هيتيسر، طب يعني بقاله سنة اي ونص عسر. يا دكتورة، الموضوع أكتر من سنة هانت ونص كده. يا ستي هانت، ابشري ابشري. ازاي في لا ابشري والله، في بشارة طيبة ليكي وان شاء الله خير ليكي باذن الرحمن. من ماشي يا 10 جميل، أيام؟ نشوف بقى الناس بقى لا اللي ثواني معانا. لحظة لحظة انا مش عايزة اقول لحظة لك في لحظة كام تعليق كده سلبي اشتغلوا لا عليا تعليقات لا، سلبية. ده اللي دخلت عليا قالت 2 لحظة بس ايه؟ من لا ثواني اسمعيني بس، من 10 أيام بس حلمت ان انا بقول الحلق ده ملوكي ما ينفعش يتساب. وصحيت من النوم على طول قلت الكلمه دي وصحيت من النوم، فحسيت ان انا كنت في المنام بس انا مش حاسه ان شفت ده كواقع، بس حسيت كده ان انا كنت في المنام كاني في بحر دهب وحواليا بنات عمي ومراتات عمامي طيب أخدتيه ولا ومعرفش. لا؟ ما انا مش عارفه انا قلت الجمله دي ليا ولا ليهم هم بيختاروا ولا لمين فيهم. قعدت افكر طب انا عايزه اشتريه ولا كنت انا محتفظه ببتاعي ومش عايزه اغيره. وقع في قلبي بعد المنام ان انا حسيت ان هو بتاعي وانا مش عايزه اغيره. قعدت افكر يا ترى انا بقول الجمله دي ليه؟ ايه الحلق ده ملوكي ما ينفعش يتساب؟ يا ترى شكل الحلق ده ايه؟ بعدها بكام يوم حلمت ان انا لا في لا ود لا نبيل. بعتذر لك، بصي انا اسفه جدا، معلش عشان خاطرك، مصحف، عشان شكله مصحف يا دكتوره، شكله مصحف بس هو ده بصي يا الحلم، حبيبتي. ان طيب الحلق كان شكله مصحف. طيب يا حبيبتي، بصي لو انت تملكتي حاجه في الرؤيه اعرف ان انت هتمولي خلاص الامر اللي انت بتتمنيه، اما هو لو ما واحد فوتني تملكتيش بيبقى هو واحد فوتني والتاني انا بلبس فيه. خليكي على طول على القران، لان رمز المصحف هو القران والاوراد اللي انت فيها، وان شاء الله هتتملكي الامر اللي انت بتتمنيه بفضل من عند ربنا وبسبب القران قريبا ولا ان لسه؟ شاء الله. ولا لسه الانتظار لسه يا لا ان شاء دكتوره؟ الله قريبا باذن الله تفاءلي. مش باين مده. إيه؟ لا لو باين مده هقول لك. يلا تسلمي لي يا رب، سلم عمرك تسلمي يا لي حبيبتي، دكتوره. في شكرا امان الله. دكتوره، مع شكرا. الزيتين الزهروته كتير جدا بتبقى تحمض قوي قوي في الرؤى، واوقات تانية بتبقى فيها بعض القلق شويه على حسب حال الاشخاص اللي حواليكي في الرؤيه، وعلى حسب حال فرحتك. لو انت فرحانه هقول لك الدنيا امان وزي الفل. حلمت بشخص نازل السلم بدحرجه، انت اللي بتدحرجيه. اب يا جماعه تحت التعليق، طبعا نزوله على السلم ما بحبش النزول، طلع على الخسائر، خسائر مش بسيطه، خسائر تقيله. عليكم السلام، اهلا 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 ست الكل، نورتيني، ربنا يخليك يا رب، جات لكم الخير والبركه على الجروب يا جماعه. ربنا احلى اضافه جات يخليك، ربنا النهارده يخليك، حبيبتي، اهلا بيكي. ربنا يخليك يا رب. انا مش عارفه اقول لك ايه، انا فرحانه قوي ان انت رديتي عليا والله. الله يكبر بخاطرك يا ربنا ست عندي الكل. فكره، ربنا يخليك يا رب، ربنا تسلمي يسعدك يا رب، حبيبتي، يبارك فيك. حبيبتي الله بصي يسعدك. حضرتك، انا اتفضلي. جوزي متوفي، رحمة الله جوزي عليك. متوفي بقاله شويه، بقاله 3 شهور ونص. كان في رؤى كده شفتها قبل ما يتوفى، بس انا مش هقدر اقول لك كلهم، هقول لك رؤيه واحده شفته انا شفته قبل علمني. ما يتوفى، ان هو قاعد يصلح، ما عشان حضرتك ذوق جدا وما بتقدريش تقولي للناس لا. الله يسعد قلبك يا ست الكل، ربنا ربنا يكبر يديك بخاطرك يا رب صبرا عظيما. ويسعدك ويسعدك. حبيبي بصي اتفضل. حضرتك، انا شفت ان هو قاعد يصلح عربيه، العربيه دي في قلب الشقه ونورها منور، ما شاء الله. وبعدين انا وانا قاعده انا وبنتي فشفت الممثل احمد العوضي وجميل عوضي طلع جايين مع بعض، ان هم متجوزين، هم في الحقيقه مش متجوزين طبعا. ومعاهم طفل صغير. فالمهم انا بقول لهم اتفضلوا، فجميله دخلت، فقلت لها ان انا بعزمك على فرح بنتي
بنتي هتتجوز كمان شهر، تمام، وابني هيتجوز الشهر اللي بعده، تمام، كان هيتجوز فعلا في شهر 10 وانا شايفة الرؤية دي في شهر 8. فالمهم فبعد ما مشيت دخلت خدت ابنها اللي هو الصغير ده ومشيوا ساكنين جيراننا، يعني ان هم كده جيراننا. فبقول للبنتي انا قلت لك انتي فرحك الشهر الجاي، مع ان احنا لسه مش عارفين فرحك امتى. فقلت ده هي هتزعل ودي تالت واحده اعزمها على فرحك. هو ابنك فالمهم معلش ابنك خطب كم مره؟ هي مرة واحدة، بنتي اللي اتخطبت كتير جدا، ابني اتجوز فعلا طيب كتير. بنتك اللي اتخطبت وهي أكبر، تمام، وهي أكبر منه. فقلت لها وأنا خايفة لا هي تزعل إن أنا قلت لهم، فهي فرحت قوي وقعدت تضحك. وكل ده جوزي قاعد في ركن كده بيصلح في العربية، ما اشتركش معانا في كلام ولا في أي حاجة. فالمهم تضحك وبسطت قوي وقالت لي يلا عشان اتجوز. قلت لها قالت لي لا اتجوز على طول يا حبيبتي. تمام، دي بنتك على فكره. بس الرؤيه بتعود على بنت حضرتك، لاني انا واضح لي حد اتخطب كذا مره. طالما ان مش ابنك يبقى هي البنت. يبقى هو الرمز كده بيعود عليها، وحضرتك زي ما قلتي هو خلاص اتجوز، يبقى الرؤيه كده ربنا هيكرم بنتك فعلا فعلا ان شاء الله، واصلاح العربيه دي هو اصلاح حياتكم كلها. والله هتفرحي بيها. انا ببعت لك كتير قوي حبيبتي. طب ما تزعليش ان شاء الله، والله العظيم هتفرحي فرحه كبيره بيها جدا وقريب قوي. وشوفي بقى احمد العوض. طب ما تعيطيش بالله عليك، بالله كده احنا يا مصريين كده، نفرح نعيط، نزعل نعيط. ان شاء الله ما تبكيش الا دموع الفرح دايما يا رب. تقولي لهم يدعوا لها ربنا يرزقها بالزوج الصالح. يلا يا جماعه، يلا. معلش انا هقول لك دايما، بس انا والله ما كنتش عايزه اعمل كده، بس ابوها قبل ما يموت قال لي ان هو شاف الرسول عليه الصلاه والسلام، بعت له يقول له اطمن على ساره. الله. طب ساره هتتجوز حلوه قوي، بس انا مش شايفه حاجه. وحضرتك شفتي وعوض، وبعدين جات لكم رساله من الرسول صلى الله عليه وسلم، عايزه ايه اكتر من كده؟ ده يمكن تاخيرها اللي حاصل ده جبر خاطر ليها. والله ما كانت، يعني انا شايفه ان فعلا، شوفي حضرتك شفتي احمد العوضي وشفتي جميل عوض، جميع يعني شوفي الاثنين اسم عوض من عند الله سبحانه وتعالى، واحمد جاي من الحمد، وجميله جاي من جمال حياتها. فحضرتك جايبه لها رموز قويه جدا، والسياره اللي بتتصلح دي اصلاحات لحياه اولاده كلهم وحال بنته. يعني دي رؤيه والله العظيم، يعني مش اعظم طبعا من رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي رسائله دايما حق، ما فيهاش اي تلاعب من الشيطان، وزي ما هي ان فعلا البنت دي ربنا هيعوضها عوض خير كبير قوي قوي. هتقولي فعلا الحمد لله، انت هتحمدي ربنا والله يا ست الكل انها اتاخرت كده، عشان ربنا هيكرمها قوي. الكل بيدعوا لها ازاي؟ كلهم بيدعوا لها. ده بنت جميلة ما تتخيل، هتفرحي بيها وبولادها ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، ربنا يسعدها يا رب ويكبر بخاطرك فيها. قولي لي لو عندك حاجه كمان انا معاكي. ربنا يخليكي يا رب ويكبرك، ربنا يكبرك. يلا قولي لي رؤيه كمان انا معاكي. انا عندي، بصي انا في رؤى كتير شفتها قبل كده بس ما كنتش اعرف معناها. كل ما اشوف ان في خير، ان هيجي لي خير، بس ما بشوفش اي حاجه، يعني ما فيش اي حاجه بتحصل زي اللي كانت بتقول لك قبل كده. بس في رمز كده انا ما خدتش بالي منه ابدا. ان انا كنت ببقى لوحدي. انا كنت ببقى لوحدي. فكده يعني معنى ذلك ان الحاجات دي هتجي لي بعد ما جوزي مات، بعد وفاه زوجك. يا حبيبتي عشان انا شفت جدتي ماشيه معايا في ارض، والارض دي فيها يعني ارض كبيره وواسعه، وهي بتقول لي سوره الفتح، بتقول لي الايات اللي هي نصر من الله وفتح، في ايات كلها مبشره. ان ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لي حاجات كويسه. مره شفت نفسي ان انا فوق، والسما دي كانها يعني عارفه زي الشقه،
زي شقه اما تبقى دي فوق راسك، يعني اه انت قريبه للسماء بطريقه اه يعني انا فوق واقفه على مكان ثابت جدا، الله يعني انا مش تمام هقع، مش انا واقفه على مكان ثابت وببص لقيت طيارات في السماء ورق. فالطيارات انا برضه لوحدي، الطيارات اللي في السماء دي كلها لونها ابيض واخضر، طيارات اللي هي الناس بتطيرها دي، وفي تمام طياره ولد مطيرها هو الناحيه التانيه، وانا شايفه الناحيه التانيه دي زي ما انت بتقعدي على البحر كده وبتلاقي يعني زي ما يكون السماء نازله كده في البحر، فاهمه حضرتك الرمز ده؟ يعني شايفه الناحيه وشايفه الناس صغيره جدا وانا واقفه ومبسوطه قوي. فدلوقتي الناحيه ما التانيه، شاء الله. الناحيه التانيه دي ابني فيها، يعني ابني متجوز، انا في ناحيه ابني الناحيه التانيه، تمام فدي مرتبطه بابني ولا وانا عماله اقول الطايره بتاعت الولد اللي هناك ده الناحيه التانيه هي اللي طايره فوق خالص دي. ابنك عامل معاكي ايه بعد الزواج؟ ابني حنين جدا، ربنا يبارك لي فيه، انا ما عنديش غير بنت وولد بس، الله يحميه، ولاد حلال الحمد لله، الله اكبر، ربنا يحميهم لك يا رب ويحفظهم لك بحفظه. لا هي ربنا كده يخليك كده ويخلي لي رؤية، ولادك. كنت بدعي البنت والله، الله يسعد والله كنت قلبك بدعي البنت، حبيبتي، ربنا يكبر ربنا بحقك الجبر العظيم، وبدعي لك والله يا دكتور، ربنا اللي عالم انا بحبك قد ايه. والله وانا حبيتك في الله، ربنا اللي عالم، ان شاء الله ربنا هينصرك نصر عظيم. الله وعايزه اقول يحبك لك الله برضه. ان العلو بتاعك ده وتشوفي الناس بالشكل ده مكانه طيبه ليكي عند الله سبحانه وتعالى، وفعلا فعلا هتنولي كل حاجه لدرجه الزهد. شوفي بقى الطياره الورق والحاجات دي جايه دايما من الرفاهيه، دايما اعرفي انها خلاص بقى، عارفه اللي هتقولي لا خلاص يعني مش محتاجين حاجه بقى خلاص، يعني هو ربنا حقق لك كل اللي بتتمنيه وانت انا بطلب من في ربنا ان حياتك. اجوز بنت، ده بطلب هتشوفي من ربنا ان انا اجوز هيحصي عندها كام يا سنة رب. دلوقتي؟ هي جنبك؟ لا هي نايمة عشان بتشتغل، ده كبيرة عندها 36، ما هيش كبيرة ولا حاجة، وإن شاء الله في عز شبابها هيك بإذن الله تعالى، ربنا هيرضيها بزوج عاقل رزين كده هيصونها بإذن الله تعالى، وهيكون لها عوض من عند الله. عايزين إيه يا أكتر رب بقى من رسالة الرسول ليها عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الناس كلها بتدعي لها، الناس كلها بتدعي لها، ربنا يخليك ربنا يا رب يا رب يكبر يبارك بخاطرك فيك فيها، وان شاء الله تكلمينا كده والدموع دي ما نشوفهاش الا يا رب، بالفرح يكبر بخاطري يا دكتور، حبيبتي. والله يكبر بخاطرك زي ما جبرتي بخاطري يا رب، ربنا يرضيك ربنا ويفرح يخليك. قلبك بيها يا حبيبتي، اللهم امين. تسلمي يا امين حبيبتي، امين يا رب، في امان الله يا انا ستي وانت يا رب الكل، في والمسلمين امان، اجمعين، تصبحي على فرج من عند ربنا الرحمن يا رب. يخليك.